إلهام وافقت إنها تخضع للعلاج، يعني رح تتحسن. عم تحكي جد؟ وافقت بسهولة الحمد لله. ألو؟ ألو أيلا؟ يلا طلعي على الشركة، أنا نص ساعة وبكون بالمكتب. شو رايحة على الشركة؟ إيه حياتي؟ رح أسأل وجيب أهم دكاترة حتى هنن يشرفوا على علاج إلهام. رح نجيب أفضل العلاجات وأقوى الأدوية لأنه فايتين على تحدي، ولو شو ما كان يكون نحن رح نطلع منتصرين. وانت كمان قوي حالك منشان تبقى جنب إلهام، وبعد ما روح خبر الطباخ ليجهز أطيب الأكلات يلي بتحب أختك، المفروض نحتفل بهالمناسبة. تفضل. أنسة إلهام، كرم بيك تحت. كرم إجا؟ قلت له يمكن نايمة بس أصر يشوفك ويمشي. شوي ونازلة. كرم؟ إلهام؟ انشغل بالي عليكي. أنا إذا أسأت التصرف الصبح. أنا بكفيني إنك منيحة. أعود تفضل. كان عندي مخطط واحد وانت نزعته، ملاحظ هالشي ما هيك؟ مستحيل اسمح لك تغرقي. إلهام، على البحر تذكرتي شو قلت لك هنيك؟ بتمنى لو تعرفي قيمتك عندي. العشق دائما بيجي فجأة، ما إله وقت محدد. بالنسبة إلي أنا ما تغير شي، وبدي إياكي تعرفي إنه ما بدي إياكي تكوني لوحدك، وأنا لسه بدي أتزوجك. بس أنا هلأ مستحيل أقبل. بالأول لازم أتعالج وطيب. ممكن تعطيني وقت ماما؟ مساء الخير. مساء الخيرات. كرم مشغول باله علي وإجا ليطمن إذا صرت منيحة. طيب ليش ما بتعزمي على العشاء؟ على فكرة أنا كتير سعيدة الليلة، فضلكن أنتو اتنين لهيك مديونة إلكم بالشكر. شكر كبير إلك يا كرم لأنه أنقذت بنتي، وشكر لبنتي الوحيدة لأنه ريحتني ووافقت تتعالج. مشكورين أنتو اتنين. بالحقيقة آيلا وسليم بيك بذلوا جهود كتير كبيرة بموضوع العلاج، خلال 4 أو 5 ساعات ما تركوا مختص أو دكتور مشهور بكل أنحاء العالم إلا واتصلوا فيه. يعني الدكتور سليم صديقنا عم يتابع كل خطوة عم نخطيها، وكمان الطب البديل كتير اتطور بهالكم سنة.
حتى نحن ما فينا نقارنه بقبل 3 سنين. أنا قريت وتابعت كتير، ما في شيء اسمه مستحيل. مع تقدم العلم أكيد نحن رح ننجح. يلا طلعوا كملوا سهرتكم برا وتسلوا، أنا نعسانة ورح قوم على غرفتي. بس أنتوا فيكن تكملوا الاحتفال. شو قلت؟ هلأ منطلع نحن 3. أنا ما كتير رايق. وليش مانك رايق؟ قوم وطلع تسلى مع أختك مثل أيام زمان. بعدين مو على أساس طاقتك كبيرة ما بتنتهي يا جان؟ ولا هاد مجرد حكي؟ قلتلك مو جاي على بالي، يعني خليها تطلع هي وياه لحاله. يلا عن إذنكم تصبحوا على خير، انبسطوا بسهرتكم. اليوم كان صعب علينا كلنا، خليه يرتاح أحسن. انتوا طالعين تسهروا شي؟ شو رأيك كرم، حابب نطلع؟ فورا. طالعة جهز حالي وانزل. أنا مديونت لك، مو بس بشكر وباعتذار كمان. لا شو هالحكي؟ استغفر الله. بعرف إني مبارح أنا كنت قاسية عليك كتير، بس بعترف إنك اليوم فاجأتني وعطيتني أحسن إجابة بتصرفك. بس أنا بتتذكر أول حديث أنا حكيته؟ قلت لك أنا ما بعرفك وما فيني أوثق فيك. إيه مزبوط. هلأ بوثق فيك، أنت إنسان محترم. بعرف إنك معصب مني، معك حق تكون هيك. خبيت عنك إنه مريضة وقلت لك منيحة. ما في لزوم لهالحديث هاد ولا يهمك. لا جان، في لزوم. الزمن بغير الناس والعلاقات كمان ممكن تتغير. نحن بالماضي كنا رفقات وهلأ مجرد أخو أخت وبس هيك. أنا ما بدي نكون بس هيك، ما حبيت إني زعلك وزعل ماما مثل قبل. لما أنت قضيت الليالي جنبي وأنا عم بتعالج بالمشفى ما كنت تنام ولا ترتاح، وتضل قاعد جنبي كل الوقت. ما كنت بدي ترجع تعاني مثل قبل. بكذبك منكون مبسوطين؟ هذا الحل برأيك؟ أي معك حق، تصرفي غلط. طيب قوم خلينا نطلع نسهر سوا مثل أيام زمان، نتسلى ومننبسط. أنت ما اشتقت إنك ترقص معي؟ هاي كرم معك. إيه خلصنا بقى جان. إلهام روحي معه انبسطي وسهري. إيه طيب. Thank you.